والآن مع الجزء الأخير من درس السيدة رفيدة الأسلامية رضي الله عنها. قيمة العمل التطوعي. لقد قدمت السيدة رفيدة رضي الله عنها الكثير من الأعمال الإنسانية العظيمة، وكانت لا تنال عنها أي أجر، وكانت تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وترجو أن تنال رضا الله، وقد قدمت الكثير في خدمة المسلمين، فالمريض الذي يحتاج إلى علاج تقدم له العلاج، والجريح الذي يحتاج إلى مداواة تقوم بمداواته، واليتيم الذي يحتاج إلى رعاية أو إلى أسرة تقدم له السند والعون، وكانت تنفق على عملها من مالها الخاص، متطوعة بجهدها ومالها لا تطلب إلا رضا الله عنها. لذا فلنحاول الآن تصنيف أعمالها إلى أعمال كانت تقوم بها في حالة السلم وأعمال تقوم بها في الظروف الطارئة. أعمال في حالة السلم مثل معالجة المرضى وتوفير الأدوية، وفي الظروف الطارئة مثل معالجة الجرحى في المشفى الميداني. إن للعمل التطوعي الكثير والكثير من الفوائد، ولعل من هذه الفوائد نيل الأجر والثواب، وتماسك المجتمع وسد حاجاته، والألفة والمحبة، ونشر الخير في المجتمع. هناك الكثير من الأعمال التطوعية التي يمكنني أن أقوم بها، مثل التبرع بالدم، المشاركة في حملة تنظيف المدرسة، مساعدة زميلي المعوق في الدراسة، إخبار الشرطة بوجود حادث في الطريق، المساهمة في وقف سقي الماء، أشتري كل أسبوع كوبوناً من الهلال الأحمر. لنقم بتقسيم هذه الأعمال إلى عدة مجالات: المجال الاجتماعي والمجال البيئي والمجال الإنساني. في المجال الاجتماعي أساعد زميلي المعاق في المدرسة. في المجال البيئي المشاركة في حملة تنظيف وأساهم في وقف سقي الماء. في المجال الإنساني أتبرع بالدم وأخبر الشرطة بوجود حادث وأشتري كوبوناً من الهلال الأحمر. لقد قال الشيخ زايد رحمه الله: نصيحتي للمرأة الإماراتية أن تتخذ من أمهات المؤمنين أسوة لها في كل ما تأتيه في حياتها من أعمال وتصرفات. إذن من وجهة نظر الشيخ زايد أن أمهات المؤمنين وزوجات الرسول هن المثل التي يجب أن يقتدي بهن كل نساء الإمارات. ولكن ما هي صفات أمهات المؤمنين على ضوء نصيحة الشيخ زايد رحمه الله؟ قوة الإيمان، حسن الخلق، حب الخير وفعله، الاهتمام بالعلم. وبفضل الله تعالى وبفضل جهود الشيخ زايد رحمه الله، استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق نجاحا كبيرا في كافة المجالات. فإذا كان لك أختا، ما المجال الذي تنصح بأن تتخصص فيه، وما دوره في المجتمع؟ من الممكن أن تتخصص في مجال الطب الغذائي الذي سيؤدي إلى التقليل من الأمراض. والآن سنتعرف على أهم الفكر التي عرفناها عن السيدة رفيدة، فاسمها رفيدة بنت سعد الأسلمية، وكان نشاطها هو التمريض، ومن أهم أعمالها المداواة ومعالجة المرضى. ومكانتها صحابية متطوعة، استفدت منها أهمية العمل التطوعي.